حياكم الله في مطبخ الطبيعة. اليوم راح أعلمكم شلون نسوي سلطة باستخدام باستا سرغم. أول شي نغلي لترين ماي، بعدها نضيف قفلتين كبار من الملح و 250 جرام من باستا الفوسيلي، ونطبخ الباستا دقيقتين أو ثلاث فوق الألدنتي عشان تضل رطبة بعد ما نحطها بالسلطة أو بالثلاجة. وحق الخضار راح نحتاج زيتون كالمون، جبنة الفتة، طماط، وبقدونس آخر شيء للتزيين. نبلش نقصص الجبن قطع صغار مثل ما تشوفونه بالفيديو، وبعدها ناخذ الطماط ونقصصهم أرباع. بعدها ناخذ الباستا والزيتون والطماط وجبنة الفتة ونخلطهم عدل ونخليه على صوب عشان نسوي الدريسنج. حق البهارات نحتاج ثمن قرش صغيرة من الثوم، شوية فلفل كاين، ونص قرش صغيرة من الملح. ناخذ البهارات ونخلط معاهم قفشتين كبار من عصير ليمون وقفشة نص من زيت الزيتون، ونخلط المكونات بشوكة. بعدها نضيف الدريسنج مع السلطة ونخلطهم عدل، ونقص شوية من جبنة الفتة زيادة، وناخذ البقدونس ونضيفهم آخر شيء للتزيين. بالعافية.